لكن انا زي ما بتكلم يعني طبعا الاخوه الصحفيين وعندهم وفي صحفيين على مستوى مهني محترم جدا، اعتقد ان هم عندهم بالانس، عندهم توازن في الموضوع ده، حتى لو كان في حتى عروض لاي لعيب من لاعبي النادي الاهلي المفروض طبيعي ان احنا ما نجيبش سيره العروض ديت في الوقت ده، حتى لو كان في عروض على مستوى الو ديانج او احد اللعيبه. خلينا نتكلم تاني ان اداره النادي الاهلي والكابتن سيد عبد الحفيظ ولجنه الكوره بيحافظوا على الجزئيه دي بشكل كبير جدا، وقافلين على فرقتنا بشكل كبير جدا، ولو في اي اجراء ممكن يامن اللاعب بشكل كبير اكيد اداره النادي الاهلي واعيه للكلام دوت. بس يعني بنطمنكم ان احنا يعني كخبرات النادي الاهلي، خبرات الاداره، خبرات سيد عبد الحفيظ وكابتن محمود الخطيب ومجلس ادارته عندهم الوعي الكافي ان هذه الثرثره زي ما بنقول من بعيد او من قريب ان شاء الله لا تنال من معنويات النادي الاهلي ومن لعيبه النادي الاهلي، اللي ان شاء الله باذن الله، وانا قلت الكلام ده تسهام ان شاء الله بهذا التركيز وهذا الاداء وهذه الروح اللي ظهرت في ماتشين بتوع الوداد في المغرب والقاهرة، أنا أتوقع إن شاء الله بإذن الله إن النادي الأهلي حقق البطولة أيا كان المنافس، إذا كان نادي الزمالك أو نادي الرجاء.